بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يعطيكم الف عافيه يا جيش التمساح. هذا قناتي ترشحت لك تكون افضل قناه في الشهر اللي فات. في هذا الاسبوع وانا اقلب على اليوتيوب اقلب 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 ضهدري على فيديوهات تحدي من نوع ثاني، تحدي من نوع مخيس. اليوم جايبين لكم تحدي بيتزا، كل واحد عنده قطعة على الأرض شوف ما يقدر يخلص أول بيتزا حمضيات. إيه أجل حمضيات، وجدنا ترباوي كبير. جايبين لكم اليوم ثاني تحدي زي ما أنتم شايفين قرفة. واحد اثنين ثلاثة. قرفة بالله هدي ياكل قرفة، وش الجو الرخيص ذا تاكل قرفة والآن تحدي القرفة. يا ياسر يا ياسر والله يلعبون عليك يا ياسر، وش ذا؟ اليوم جايبين لكم ثالث تحدي. بنحاول نشرب بيض ني. وين اول فيديو تحدي بيتزا يلا مشيناها، الثاني تحدي قرفة قلنا يلا جوه ذا تبهيره رايق هوا الرجال. اما الثالث تحدي بيض ني وين؟ لا 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 انا اللي قهرني مو انت، انت عادي بطنك كبير بطنك خلاط كنا مولينكس. عادي بس الثاني انا اخوياك الظروف اللي انت لاعبهم الظهر قايل لهم بدخلكم تعال 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 بدخلكم نجوميه في فيديوهاتي يا خبل، وجايبهم كل واحد رحيف مساكين ضعيف وانت تشربهم بيض وتاكلهم قرفه شوف الضعيف اللي في الزاويه حق البيتزا قاعد ياكل يا شيخ تعب يا شيخ رابي. دام جوك كذا تحديات عندي انا عندي، انا بجيب لك خلاط، ها خذ خلاط، وبجيب لك فلافل، وبجيب لك بلاي ستيشن، وبجيب لك مكسرات، وبجيب لك بيض وخنبول ومصارين، وبحطه في خلاط واخلط واشرب وتشرب يا مخفى. اللي قاهرني عاد اللي قاهرني انا في بزران متاثرين وسووا تحدي القرفه ذا، ولا وبعد مسوي لي فيها يتكلمون انجليزي. او ماي جاد ناو ويل تراي تو دو الشيب شيب كالبون سينابون. شوف 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 الفيديو شوف الفيديو. Hey guys, this is our first attempt to do the cinnamon challenge. عادي عادي الفيديو عادي بس اللي ركز مضبوط ورا البزران. هذا مي يسوي دانديف، هذا مي يسوي قيفة، هذا شيل هذا كله راح. أما الآن مع فقرة خذ لك مزة. فقرة هذا اليوم وخذ لك مزة حضرت عليها الفنانة المخيسة أمل العوضي. طبعا هذه الفقرة إهداء لأمل العوضي عشان تعطينا لفة باليخت. ما عندي يخت، أنا عندي صاروخ. أما الآن مع فقرة اتصالات التمساح. معنا اتصال داخل، مرحبا نتعرف من معنا؟ منيرة كيف العيد معكم؟ والله تو بعيد بعد عمري. ها؟ طفطف الكاميرا خلنا نتفاهم معه. ايش تابعتي في رمضان؟ تابعت أفضل برنامج يوتيوبي بالعالم. الله يا سلام يا سلام. في شيء زي اللبن بس مو بلبن، جنب اللبن هو دائما في البقالة، وش هو؟ ممكن جملة مفيدة يا تمساح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا اخوي وقفنا صيام انت على طول روحت. فتشرفنا ترى اقلب تقهو. ابي 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 عندك عندك احد في المطار؟ ابي اطلع دبي ما لقيت حجز. وناخذ اتصال ونقول الو مرحبا. الو هلا والله. على بالك صوت بنت يا اخوي وش ذا؟ ولا ريب ذي ولا صلبوخ هذه ولا بخيسة ذي. كلب والله والله صوت كلب ذا مو بصوت بنتي. لا ما تعرف تقلد انت. قلها شفتي تطبقها صوت كلب ذا مو بصوت بنت. وانا من جيت ابو شنب لا ذاك الكلبني يا مخيس. انت من جيت وش ذا؟ اسمعني يا مخيس اسمع اسمع اسمع. اسمعك ترى الكلثمي انا بضم الجيش يا احسن لك استسلم. لا لا انا بجيت الكلثمي. طيب انقلع. معي خالد حبيبي. خالد من وين يا حبيبي؟ يا حبيبي يا حبيبي انت حسك من نوع اللي يدورون في التحليه معهم رنجات ورقمهم مسوين مميز وهم خيس ويا حبيبي هلا يا قلبه انت هذا نظامك. عبد الرحمن من الرياض. عبد الرحمن 150. ايه تعال يا حبيبي والله اعطيك 50 والله رحمت على ابي. وش عيديتك مخيس انت؟ عيديتك والله قسم بالله ما اجيب لك شريط بلاي ستيشن وبروستد والله العظيم. انا ملوكه. ملوكه من ذي ملوكه؟ باروكه؟ الو ملوكه ملوكه اسمي ملوكه مين عارف دلعني ملوكه. انت بنت ولا ولد؟ مية هاي لحظة لحظة بسألك سؤال تعرفين شركة المراعي؟ المراعي؟ ايه شركة الحليب والعصير. شركة وش هو؟ شركة الحليب. ايه والعصير. سجل عندك واحدة درباوية. لحالك لحبيبي مدري وين. والله تعرفها. ايه رحت المقابر وش لقيت؟ والله والله ما تعبوا يوم جابوا لكم رونالدو يسوي دعاية تاي لوكس. صايم ولا فاطر؟ صايم ولا فاطر؟ في حد يصوم ثاني العيد؟ يو يو انت بشكل من شلة الفئة الفعلة. يو 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 احنا دايم نستمر احنا دايم ننفجر. ناخذ اتصال ونقول الو مرحبا. انا من هذا المنبر اعلن انضمامي الى الجيش التمساحي في افضل برنامج التمساحي. ونعم 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 وانا قائد جيش التمساح اقول لك انت تمسك محور يمين في الجيش. ريم من المدينه ريم 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 ري لا لا وش تفطرون في المدينه؟ زيكم زينا احنا نفطر مفطح. حتى انتوا في العيد تفطرون مفطح؟ والله يا سعوديين احنا بطننا يبي لها يود وتتسلق تسلق بلاعات. ايوه انا ديما. ديما 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 يا ديما يا مسكوت. هلا والله هلا بالصوت الخاثر والله مكثر ذبايح انت مكثر مفاطيح. نايف نايف سم الله دوك. ايش فيك حزين يا اخوي ترى الدنيا ما تسوى. لا تعال تبي سلف تبي شيء تبي رقم ابو تركي. في نهاية الحلقة بيقول لكم شيء هنا في زر سبسكرايب اللي بيقرب منه ترى مو زين والله مو زين ترى وقسم بالله انا اعرف اثنين سووا سبسكرايب وعيديتهم صارت بخيسة واحد جاله 75 ريال وواحد جاله 60 ريال ونص.